الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا ما أنت الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. سحرين ما أنت وما أنت إلا وما وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا لنظنك من الكاذبين. وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء أي أسقط وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا للذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون عند ربهم يرجعون ولو ترى إذ المجرمون عند ربهم يرجعون ولو ترى إذ الظالمون
الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مسلمين قال الذين استكبروا أنحن قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا يسمن ولا يغني لهب إنا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين